بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هذه هي منطقة الناصية، مقدم وأعلى الرأس، هي أقرب منطقة من الدماغ لمقدمة رأس الإنسان، تسمى الناصية، ويسميها العلماء prefrontal lobe، أي الفص ما قبل الجبهة أو القريب جدا من جبهة الإنسان. هذه المنطقة لها دور مهم جدا في الكذب، في القيادة، في الإبداع، في التأمل، في الشفاء أيضا. دعوني أتأمل معكم ما كشفه العلماء وما أشار إليه القرآن العظيم. في بحث علمي جديد تبين للعلماء أن المنطقة الأمامية من الدماغ، أي الناصية، مسؤولة عن القيادة والثقة بالنفس لدى الإنسان. إن عدد الخلايا في هذه المنطقة كان أكبر لدى الواثقين من دقة قراراتهم. يقول العلماء إن هذه المنطقة من أهم المناطق المسؤولة عن القيادة، التوجه، الإبداع، ومهمة جدا في اتخاذ القرار لدى الإنسان. الله تعالى أشار إلى أهمية هذه الناصية في قوله تبارك وتعالى على لسان سيدنا هود عليه السلام عندما قال لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. انظروا، ربط بين الناصية والصراط المستقيم. فالقرار السليم أيها الأحبة يجعلك تسير على طريق سوي مستقيم، يجعل قراراتك صحيحة. وبالتالي من كان يعلم زمن النبي عليه الصلاة والسلام علاقة الناصية بالقرار، لذلك سيدنا هود سلم ناصيته لله، وحبيبكم عليه الصلاة والسلام كان أيضا يقول، يخاطب الله تعالى ويقول: ناصيتي بيدك. سبحان الله. والله أيها الأحبة إن هذه الحقائق لتشهد أنه رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم. حتى يتبين لهم أنه الحق.